طيب خلينا نحطها بصيغة نصيحة من أخصائية نفسية. خلي نصيحتك في الأول كلم رجال والأولاد اللي بيسمعوا قبل ما نكلم الأم. شو بدك تقولي لهم؟ الولاد اللي بيسمعوا الصغيرين الأحداث الشباب يتهيالي أنت وأنت صغير صعب قوي تقول لمامتك كلام جميل وكلام عظيم وتكتب كارت وتعمل الورود وكل الحاجات دي شغل بنات أكتر يعني. كان I think الولد والبنت هما صغيرين وهما أحداث وشباب أكتر حاجة تقدر تقول بيها لمامتك أنت إنسانة عظيمة I think اسمع الكلام اسمع الكلام as simple as this بكل بساطة والحاضر والحاضر لأنه أولا لازم تبقى متيقن أنه هي مش ضدك أبدا 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 ده هي تقدر لو سألتها النهاردة لأمك مين تحب يكون ناجح أكتر منك ما عندهاش غير واحد بس هو أنت ولد أو بنت الأمهات عايزين ولادهم يكونوا أفضل منهم فعشان كده إكرامك لمامتك النهاردة مش بس 21 مارس لكن كل أيام السنة اسمع الكلام والحاضر